في أربيل تدخل عليك الأنغام من كل مكان. يقصد هذه المدينة آلاف السواح سنوياً من داخل العراق وخارجه. الاستقرار الذي تمتع به إقليم كردستان منذ حرب العام 2003 فتح طرقاً واسعة للازدهار الاقتصادي والسياحي. مؤخراً اختار وزراء السياحة العرب أربيل لتكون عاصمة للسياحة العربية عام 2014، لكن هذه الصورة المشرقة تشوبها تأثيرات التوتر السياسي الذي تصاعد مؤخراً بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. بالرغم من التوتر السياسي، هناك تزايد في عدد الواصلين من وسط وجنوب العراق، والفنادق في أقليم كردستان تستقبلهم بكل رحابة الصدر. مع الاحتفاظ بالخصوصية، أربيل اختيارها كعاصمة للسياحة العربية مثل منطلق ومفهوم بأنه السياحة تمثل كل شيء، ممكن من خلالها أنه ذوب كل الفوارق الطائفية والقومية. العاملون في السياحة وهم هنا ينتمون لجنسيات مختلفة، لا يبدو عليهم القلق في هذه المرحلة على الأقل. كمشروع اقتصادي نحن نرى الوضع هنا في تحسن مستمر. نتابع طبعا ما يحدث في كركوك والانفجارات التي حصلت في الأعوام السابقة، لكن هذا في الحقيقة أمر طبيعي من وجهة نظرنا. هذا هو شلال جلي علي بك في محافظة أربيل، نقطة جذب سياحي ومثل على الطبيعة الساحرة لإقليم كردستان العراق التي جعلته مقصداً للسواح على مدى تاريخه. لكن هذا التاريخ مر بصفحات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والعنف أثر سلباً على السياحة. طالما أدى العنف إلى انقطاع السواح عن هذه المنطقة المعروفة بمصايفها الخلابة، الصراع بين الجيش العراقي والمقاتلين الكرد والاقتتال الداخلي بين الكرد أنفسهم خط فصولاً طويلة من تاريخ كردستان. أما اليوم فيعيش أهل أربيل حاضرهم بارتياح وأمل، لكن ظلال التوتر السياسي مع بغداد موجودة وملحوظة، ظلال لا يتمنى من حدثوني هنا أن تكبر لتعرقل التنمية التي يعيشها إقليمهم. رافد جبوري، بي بي سي، أربيل.